presenting the two heartthrobs, Pooram Dhillonji and the sensational Padmini Kolhapureji. على طاري فيلم قسم، في فيلم قسم ثاني مال أين كابور وبونم دهلو نزل في سنة 86 اللي فيه غنية قسم كيا هوتي هي قسم و هوتي هي جو توڑی نا جائے بچھوڑا نا پائے بچھوڑا نا پائے قسم کیا ہوتی ہے قسم وہ ہوتی ہے. هذه من صوت نيتن موكيش، واحدة من الأفلام اللي أنا كانت تعجبني ذيك الأيام، بس فيلم فشل. الفيلم في داخل كابور بونم دهلو، وكان في داخل باران الراحل وقادر خان الله يرحمه وجوني ليور. لأول مرة قادر خان جوني ليور مع بعض يمثلون دور الأب والابن. أتذكر في لقطة كوميدية وايد تضحك في الفيلم، أن قادر خان يحب واحدة أرملة، هي أرونا إيراني على ما أعتقد، وجوني ليور يحب بنت هذه الأرملة، فاثنيناتهم يتزوجون من بيت واحد، فما يصير أن الأب يتزوج والابن يتزوج بنت عمته، يعني غلط يعني خربطه، فيه هو يخرب عليه وهذا يخرب عليه. وفي لقطة وقت الزواج الاثنيناتهم وقت العرس يغنون غنية بابوجي بابوجي هم كرنيدو شادي، فتصير مشاكل بينهم، هاي يقول له بيتي جي مجا كرنيدو شادي. المهم في النهاية طبعا جاي لورد يتزوج. فهذا الفيلم كان اصلا حق بادماني كولابوري. بادماني كولابوري هي كانت بطلة الفيلم بدل بونم دهلو، وبادماني كولابوري بونم دهلو ترى صديقات بالقوة اليومك، هذا ما شاء الله فيهم صداقة قوية جدا متينة. طبعا ما صداقتهم صارت من بعد مشاكل، يعني ايام يمكن عمرهم 17-18 سنة صارت ضراوة بينهم، وما في ما يحلى ما تحل الصداقة الا بعد الضرابة طبعا. فالمهم ليش بادماني كولابوري طلعت من الفيلم؟ بادماني كولابوري وقعت على العقد والمنتج دفع لها فلوس وكل شيء مرتب، فجأة بادماني كولابوري قبل تصوير فيلم بيومين شردت. وين شردت؟ سافرت مع زوجها وتركت السينما وهربت. فبونم دهلو يعني هي راحت عند المنتج قالت ان بادماني كولابوري اتصلت فيني وهي تعتذر لك، وانا بقوم بهذا الفيلم من غير اي مبلغ، الفلوس اللي اعطيتها حق بادماني كولابوري مو مشكله، راحت حقها، انا راح اكمل الفيلم او اسوي الفيلم معاك على اساس ان بادماني كولابوري صديقتها. عادي يعني حتى ما حد حس، يعني شفنا الفيلم او بونم دهلو دورها كان قوي في الفيلم صراحه، وشفنا عادي. ولا بعدين بعد فتره عرفنا هاي القصه ان كان بادماني كولابوري المفروض تكون في هذا الفيلم. هي كها اور صحيح سنا اپنے میں ایک فلم کر رہی تھی قسم. ہاں اچھا وہ تو میں نے ان پہ احسان کیا تھا بیچارہ، ان کا سیٹ لگا ہوا تھا، سب چیزیں فائنل تھی، کاسٹیوم تک بن چکے تھے، اور میڈم کو رومانس چڑھا اور پروڈیوسر کو چھوڑ کے چلی گئی. अच्छा हुआ चली गई, वरना मैं अशोक ठकेरिया की बीवी होती.